ویلکم آل فرینڈس جی فسٹ اذان ہے جمعہ ہے تقریباً چھ منٹ باقی ہیں سیکنڈ اذان ہے خطبہ والی جو اذان ہوتی ہے وہ بھی ابھی چھ منٹ یا سات منٹ باقی ہیں کیونکہ مسجد نبی بالکل فل ہو گئی ہے باہر والے جو گیٹ ہیں مسجد نبی کے مین گیٹ جو ہیں وہ بھی بند کر دیے گئے ہیں گرمی زیادہ ہے تو اس وجہ سے جیسے کہ پہلے جمعہ آپ نے دیکھا تھا جلدی جلدی شارٹ جمعہ پڑھاتے ہیں خطبہ شارٹ ہوتا ہے تھوڑا سا مختصر دیتے ہیں خطبہ کیونکہ گرمی کی وجہ سے حاجی زیادہ ہیں اور زیارت والے بھی آئے ہیں عمرے پر بھی آئے ہیں ماشاءاللہ حاجی لوگ اس وجہ سے کیونکہ گرمی زیادہ ہے باہر صحن میں بھی کچھ حاجی بیٹھے ہوئے ہیں مسجد ابھی اندر سے بھی فل ہے اس لیے اور مختصر خطبہ اور مختصر جماعت کرائیں گے جیسے پچھلی بار آپ نے دیکھا تھا کہ مختصر سی جماعت ہوئی تھی جمعے کی اور خطبہ بھی بہت شارٹ تھا جتنے بھی ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں سلام کے لیے کہہ رہے ہیں آپ سب کا سلام پیرے کا کی برگام پیش کرتا ہوں صلاۃ و السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ جتنے بھی کمنٹ میں دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں
اللہ عز و جل یہ نیک جائز دعا آپ کے حق میں قبول و منظور فرمائے، نیک جائز حاج تو پورا فرمائے، مشکلوں کو آسان فرمائے، پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ابھی سیکنڈ اذان اور خطبہ سٹارٹ ہونے والا ہے، صرف 6 منٹ سے بھی 5 منٹ باقی ہیں۔ اللہ آپ سب کو سلام رکھے، رحمت کے سائے میں رکھے، مشکلوں کو آسان فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ اللہ ہمیں ہمارے والدین کو صحت والی سکون والی عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اس جمعے کے صدقے، پیارے آقا کے صدقے، اور جن کے والدین میں سے کوئی بھی اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اور دو سباب رشتہ دار اللہ سب مرحومین کی بے حصہ مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ رکھے، اس والے نعمت سے بچائے، بری نظروں سے محفوظ فرمائے، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ نیک رشتے نیک نصیب فرمائے۔ ابھی خطبہ سٹارٹ ہو جائے گا، اور جنہوں نے 11 مرتبہ دروشی نہیں پڑھا، 11 مرتبہ دروشی پڑھ کے کمنٹ میں اعلیٰ مدینہ یا صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھے گا، جتنے بھی لکھیں گے ان سب کا سلام آقا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اور ویڈیو کو گروپوں میں شیئر جو بھی کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو سبز گنبد کے سامنے کھڑے ہو کر صلی سلام پیش کرنے کی سعادت فرمائے، نیک جائز حاج تو پورا فرمائے، اور اللہ عزوجل ان حاجیوں کے صدقے اللہ ایسے اسباب عطا فرمائے کہ اللہ فیملی کے ساتھ آئندہ سال ہمیں بھی حج کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اللہ ہم سب کی تمام مشکلوں کو آسان فرمائے، آفت و بلیا سے محفوظ فرمائے۔ ابھی سیکنڈ اذان سٹارٹ ہونے والی ہے اور خطبہ جمعے کا، Allah
الحمد لله، الحمد لله تعظيما وتمجيدا، والشكر لله عرفانا وتفريدا، واشهد ان لا اله الا الله ايمانا وتوحيدا، واشهد ان محمدا رسول الله تعزيرا وتوقيرا وتسويدا. اللهم صل على سيدنا محمد واله وسلم تسليما مزيدا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، واعلموا ان الله تبارك وتعالى قد وعظكم وعظا جميلا وعظا جليلا جميلا، وابلغ في وصيتكم اجمالا وتفصيلا. قال الله عز وجل: ولله ما في السماوات وما في الارض، ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله على كل شيء وكيلا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، وكان الله سميعا بصيرا. ورب قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال الله عز وجل: فاتقوني يا أولي الألباب. وأولو الألباب هم العقلاء الآخذون بوصايا رب السماء وما بلغه عنه الأنبياء. وإن يحيى بن زكريا عليه السلام قام في بني إسرائيل خطيبا فامتلأ المسجد وقعدوا على الشرف، فقال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن. أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق، فقال: هذه داري وهذا عملي، فاعمل وأدي إلي. فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وأمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك، وكلهم يعجب من ريحها، أو قال يعجبه ريحها، وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وأمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال: أنا أفديه منكم بالقليل والكثير، ففدى نفسه منهم. وأمركم أن تذكروا الله فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم، فكذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. ثم قال رسولنا ونبينا صلى الله عليه وسلم: وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة.
فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربطة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع. ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جهدى جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ فقال: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. وإن نوح عليه السلام قد وعظ ابنه وأوصاه قائلا: إني موصيك بوصية وقاصرها كي لا تنساها، أوصيك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، أما اللتان أوصيك بهما فيستبشر الله بهما وصالح خلقه، وهما خيران الملوج على الله تعالى. أوصيك بلا إله إلا الله، فإن السماوات والأرض لو كانتا حلقة قصمتهما، ولو كانتا في كفة وزنتهما. وأوصيك بسبحان الله وبحمده، فإنهما صلاة الخلق وبهما يؤثق الخلق، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، إنه كان حليما غفورا. وأما اللتان أنهاك عنهما فيحتجب الله منهما وصالح خلقه، أنهاك عن الشرك والكبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله العلي القدير، وأشهد أن لا إله إلا الله الغني البصير، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله السراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد إلى يوم المصير. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. واعلموا عباد الله أن أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وفيه يوم العاشر منه، وهو الذي نجى الله فيه كريمه موسى عليه السلام وقومه من فرعون وملئه. فصامه نبينا صلى الله عليه وسلم لأن أولى بموسى من يهود، وحث على صيامه قائلا: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وعزم عليه الصلاة والسلام على صيام التاسع منه إن أبقاه الله، ولكن توفاه الله إلى جواره في الملأ الأعلى دون ذلك. وبعد، فإن الله تبارك وتعالى قد ذكر نبيه نوح عليه السلام فقال: سلام على نوح في العالمين. وذكر الأخوين الكريم والوزير عليهما السلام فقال: سلام على موسى وهارون. وذكر نبيه يحيى عليه السلام فقال: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وأنطق روحه وكلمته عيسى عليه السلام في المهد قائلا: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ولما ذكر عبده ونبيه وخليله ونجيه ورحمته نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بدأ بذاته العلية، وعطف بالملائكة العلية، وثلث بأهل الإيمان من البشرية، فأخبر وأمر وأكد وأظهر وعظم وأغمر، وزين المرام بفنون الكلام فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وآله وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، وكما تحبه لحبيبك وآله وخليلك وآله، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وعنا معهم برحمتك وفضلك ومنك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم
أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وعليك بأعداء الملة والدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل بلاد المسلمين فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين لهداك واجعل عمله في رضاك. اللهم هيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم ولي عهده وإخوانه وأعوانه على الخير يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر إخواننا المستضعفين المسلمين في فلسطين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم كن لهم مؤيدا وظهيرا ونصيرا يا رب العالمين. اللهم انزل عليهم من بركات السماء واخرج عدهم من بركات الارض. اللهم وثبت اقدامهم وسدد رميهم يا قوي يا عزيز. اللهم وسائر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا اغفر لنا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون.